أبو حمد قال يا أنا ستركوني بحالي زيم طول مداه خلوني أرثي شقاويكي بالحروف الجزالي من آخر فرق أخاه أرثيك عزير ويلا مثل زيد الهلالي ونعيه وبكي قفاه بلا لي يحيى بن عواقب أخي ولا أخي غالي محد يساوي غلاه لخمس أعوام ما واتمني أشوف قبالي اليوم أجهز رثاه يا حزني قلبي ويا قهري ويا ضيق حالي جرحها وين ودواه يا ليتي والموت داوي جاره قصدني وجالي وشل راسي فداه حاليني قلبي حناوي نلجي تهري والأوالي وآه مليون عليك يا أبو محد وصل مستوى ما عاد لي عيش فوي الدنيا ولا قلب سالي العين ما عاد ترى رحيلك عمى صوابي يا شاقي قلبي غالي والقلب يقطر دماه قدر ومكتوب جاوى لك ما خطر شي ببالي وشله روحي تجاه سلاحنا يا فراس غدر وشدر لحالي شبل الرجال الأوبا اشتدت يا ابو محايا مد ورفع الراس عالي وارضى بحكم الاله اميني جنبك سلاوة حق رزحي مثل الجبال طول العمر والحياة اما انت يا اخي بلاوة ارجوك تسمع مقالي وتكرماني رما وكيف محزن على فرداك يا راس مالي القلب حرم سلاه ارتاحي في وسط قبرك يا كريم الخصالي اخوك عايه بتوفى رياض ولم يا عيالك بعتابهم عيالي واقسم بمن في سماه لو بعت من عجلها يوم ثوبي وكوتي وشالي مشل روحي جباه مدامي للأخ قادره من بداية وتالي لعن أبوه من نسى بعزي أصحابنا وانسابنا والأهالي وبيجعلني فداه في من رحل وانتقال روحه لرب الجلال وطيب الله ثراه والشكر موصول عاوى ايامها والليالي لمن حضر في عزاه اصحابنا لكل واصحاب السمو والمعالي حيا ببيض الجباه وكل من بالدعاوى زيدك رقم اتصالي فبغني يا الله يا لأهل المواقف تحاوي توصل أغلى الرجال وما انت كبد عنا وبسألك يا عضوي من شان يا خير والي رحمة ومسكن وجاه لأبو رياض يسكن والفردوس في قصر عالي رب واغفر خطاه ولو فراق على وينا مثل طعن النصالي عجل